لكل البنات اللي بتحلم بشعر طويل وكثيف وما فيهوش اي تساقط وفي بيبي هير رائع جدا، يبقى الوصفه دي ليكي. جربي جربي الوصفه دي على شعرك ودايلي، وصفه رائعه جدا جدا وبتطول الشعر في اقل من اسبوع. كملي الفيديو لاخر واتفرجي ازاي هعمل الوصفه دي. بحبكم جدا ويلا بينا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي كوني جميله معزومي. النهارده هعمل معاكم وصفه رائعه جدا وسريعه ومنجزه جدا لكل الناس اللي عايزه تطول شعرها وتكثف الشعر وتبطل تساقط الشعر نهائيا وكمان تطلع البيبي هير. فوصفه النهارده ساحره جدا وهتناسب كل انواع الشعر، فكمان معايا الفيديو الاخر. وما تنسوش الاشتراك في قناتي ولايك وكومنت، اكتبي لي كومنت بالمشكله اللي عندك وانا هحلها لك ان شاء الله. يلا بينا نبدا في وصفه النهارده. وصفة النهاردة وصفة مائية بدون غسل، بنحطها على شعرنا. في اختيارين، يا اما نغسله بعد ساعتين ثلاثة يا اما ما نغسلوش خالص ونحطها كل يوم لحد ما يجي ميعاد غسيل الشعر بتاعنا. فهو يعتبر تونر حلو جدا، فبيطول الشعر في وقت قصير جدا جدا جدا. لو استمرتي عليه زي ما انا هقول وعملتيه زي ما انا هقول ان شاء الله هيجيب معاكي افكت او تأثير سريع قوي. فاول مكون معانا النهاردة وهو الروزماري او اكليل الجبل، من الحاجات الحلوه جدا اللي انا بحبها وبحب استخدمها جدا لشعري. هو ده شكل الروزماري، اسمه اكليل الجبل او روزماري، معرفش هل ليه اسماء تانية في دول تانية ولا لا، بس هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. ده حلو جدا، مغذي جدا للشعر، كمان ريحته حلوه جدا جدا للشعر بشكل مش معقول. انا بحبه جدا، واللي متابع قناتي هيعرف ان انا دايما بستخدم اكليل الجبل او الروزماري في كل وصفاتي وبعتمدها جدا. للناس اللي بتسال انت الوصفات دي بتعملي بيها ايه، الوصفات دي انا بستخدمها، يعني انا بعد ما بوريها لكم في الفيديو بعملها لكم، اول ما بخلص الفيديو يعني بعملها على طول، بحطها على شعري، خصوصا الوصفات المائيه عشان بتكون سهله جدا وسريعه. اي وصفه الفرد او كده بحطها قبل ما بغسل شعري زي ما كلنا عارفين. فبنحط الكميه دي، ممكن نكتر كمان بس دي حلوه قوي، تعتبر معلقه كبيره او معلقه ونص كبار من الروزماري او اكليل الجبل، بنحطها في اي طبق عندنا كده زي ما انتم شايفين. تمام، وبعد كده ننزل بالمكون التاني. المكون اللي بعد كده وبرده بحبه جدا 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 وبعتمده في فيديوهاتي، وهو المسمار او القرنفل، برده من الحاجات الحلوه جدا اللي انا بحبها. لو حد هيقول لي احنا ما عندناش اللي هو المسمار اللي شكله كده، عندنا المطحون، ممكن تستخدميه برده، بس يفضل انه يكون المسمار عشان بيكون الفايده بتاعته لسه موجوده فيه. فانا بفضل ان هو يكون زي ما انتم شايفين كده. تمام، ده اسمه المسمار او القرنفل، معرفش هل ليه اسماء تانية في الدول العربية. اللي يعرف اسمه ايه هو واكليل الجبل يكتب لي في الكومنتات. ده برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا، ريحتها رائعة. انت الوصفة دي اول ما تستخدميها هتفهمي انا اقصد ايه بالريحة الرائعة. ريحته حلوة جدا هو والروزماري، فعشان كده الوصفة دي انا بحبها للناس اللي مش بتحب تغسل شعرها، اللي هو بترشها على فروة الراس وبس كده، فريحة شعرك هتبقى جميلة جدا. ومش هتحسي مثلا، محدش هيقولك مثلا لو انت متجوزة او كده، محدش هيقولك مثلا اللي هو ايه اللي انت حاطاه في شعرك ده، ليه ريحة شعرك كده، بالعكس ده ممكن يقولولك ايه ريحة شعرك حلوة ليه. تمام، فانا بحب اول الاثنين دول مع بعض. كمان الروزماري ليه فوائد كثيره جدا، بيطول الشعر في وقت قصير جدا وبيخلي الريحه حلوه، وكمان بيكثف الشعر وبيطلع البيبي هير في وقت قصير قوي قوي قوي. هو واكليل الجبل دول يعني اهم خطوتين في الوصفه بتاعت النهارده. كمان ممكن نعمل اضافات تانية، حبة البركة. حبة البركة من الحاجات الرائعة جدا، الحبة البركة او الحبة السوداء من الحاجات الرائعة جدا اللي بتطول الشعر وبتكثفه بشكل جنوني بجد. سواء انت اكلتيها او حطيتيها في الاكل بتاعك او كمشروب، يعني تجيبي مية وتحطي فيها بذور الشيا وحبة البركة، او ممكن تعملي الاتنين دول برضو. حبة البركة رائعة جدا في الشعر، او تحطيها في الوصفة دي وترشيها على شعرك. فحبة البركة من الحاجات الرائعة جدا اللي ممكن تضيفيها في وصفة النهاردة. وكمان لزيادة التأثير الوصفة دي تحطي حبة بركة، وكمان ممكن تحطي كركديه. الكركديه من الحاجات الحلوه جدا، والكركديه مش بيصبغ الشعر عشان لونه احمر وكده، لا مش بيصبغ الشعر خالص، انت بتحطيه شعرك بيفضل لونه سواء اسود او بني او اي حاجه. اهو بعد ما حطينا المكونات، انا حطيت قرنفل وروزماري بس، انت ممكن زي ما انا قلت تحطي حبه بركه او تحطي ايه باقي الحاجات اللي انا قلت عليها. نكمل بقى باقي خطوات الوصفه. نجيب اي ميه مغليه عندنا ونبدا ننزل كميه منها. الكمية دي حلوة اوي، هي دي الكمية اللي انا عايزاها.
هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. بنحط منه حوالي كوبايه من الميه ونسيبه يتنقع كده في الفخاره كده او في اي طبق عندنا، ونغطي عليه ونسيبه يتنقع حوالي ساعتين ثلاثه، او ممكن طول الليل 8 ساعات 9 ساعات، كل ما يتنقع كل يبقى افضل طبعا. وبعد كده بنطلعه ونبدا نصفيه. بعد ما بنصفيه ممكن نستخدمه بطريقتين. اول طريقه وهي بنصفيه ونحطه في بخاخ ونبدا ايه نرشه على شعرنا يوميا. تمام، نبدأ نرشه على شعرنا يوميا على فربة الرأس فقط، ونفضل نعمل كده يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل، لحد ما يجي ميعاد الغسيل بتاع شعرنا بعد 3 أيام أو 4 أيام حسب انت بتغسلي شعرك كل قد ايه. دي طريقة. وممكن الطريقة اللي بعد كده دي بقرنفل وروز ماري، بس بصوا لونه فاتح ازاي، ودي بإضافة الكركديه. طبعا لو انتوا هتقولوا كركديه كده هيبقى شعرنا احمر، لا يا بنات خالص، انا حطيتها مليون مرة على شعري وشعري ما احمرش خالص. تمام، هو بس بيبقى مجرد شكل، اول ما بتغسلي شعرك ما بيبقاش فيه حاجه. في بقى الطريقه التانية انك بتحطيها في برطمان زي كده، وقبل غسيل شعرك بساعتين ثلاثه بتغرقي شعرك كله بالميه دي وتلفيه كويس وتسيبيه ساعتين ثلاثه، وبعد كده تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم. ففي الطريقتين دول، اللي هو سبراي بدون غسيل او بالطريقه دي، وان احنا نغسل شعرنا. الطريقه دي بنستخدمها بشكل روتيني ويومي لحد ما شعرنا يطول، ده اللي هو البخاخ. بس لو بالطريقه دي فبنستخدمها 3 4 مرات او مرتين ثلاثه في الاسبوع، يعني كل مره تغسلي شعرك تستخدمي الوصفه دي على حسب انت بتغسلي شعرك مرتين في الاسبوع ولا مره في الاسبوع. تمام، مع الاستمرار عليها في كل واحده وحسب استجابه شعرها. بس في نقطه مهمه جدا، لو انت بتستخدمي الوصفات الطبيعيه وشعرك مش بيطول ومش مش بيحصل فيه اي تاثير ولسه بيتساقط، يبقى انت عندك مشكله داخليه، نقص في الفيتامينات او كده. بتروحي اي معمل تحاليل وبتعملي طبعا تحت استشاره الطبيب، ان انت بتروحي تعملي تحليل فيتامينات وبتشوفي ايه الفيتامينات اللي ناقصاكي، حديد، كالسيوم، فيتامين سي، اي، شوفي انت الفيتامين اللي ناقصك وبتاخدي على اساسه تحت استشاره الطبيب طبعا، بتاخدي الفيتامينات اللي ناقصاكي. وبعد كده لما بتملي الفيتامينات اللي في جسمك بتبداي تستخدمي الحاجات الخارجيه زي الوصفات الطبيعيه. ده رد للسؤال بتاع الناس اللي بيقولوا انا بجرب الوصفات وشعري مش بيطول، هيكون هو ده السبب الوحيد. بس كده، هي دي وصفه النهارده، وصفه سهله جدا وسريعه، وصفه رائعه جدا جدا. جربوها يا بنات وادعوا لي. وبس كده، ما تنسوش الاشتراك في قناتي واللايك، وبحبكم جدا ومع السلامه.